مرحبا، معكم محمد من قناة التكنولوجيا S4TN. اليوم راح نحكي عن برنامج الأجهزة السيرفر الشخصي. برنامج اسمه أبسيرف. طبعا هذا البرنامج لشو استخدامه؟ برنامج الأبسيرف نستخدمه لنعمل جهازنا سيرفر ويب شخصي. بستخدمه مشان نجرب عليه انا اذا انا عم اتعلم برمجة، انا عم انشئ صفحات ويب، صفحات HTML، صفحات PHP، صفحات شو ما كانت اللغة عم تشتغل عليها، مشان احسن نجربها اشوف شلون تطلع للمستخدم النهائي، شلون رح يكون شكلها تنسيقها قبل ما اني انا ارفعها على سيرفر ويب حقيقي او على استضافة حقيقية. الغرض طبعا منه اكيد تعليمي مثل ما حكينا. اليوم انا منزل الشرح لانه ان شاء الله راح نبلش بسلسلة الويب، تعليم الويب من حيث السيرفرات ومن حيث البرمجات. طبعا انا راح اشتغل برمجة البي اتش بي، وراح اشتغل كمان بطريق تاني انه هو السكريبتات الجاهزة مثل الوورد بريس مثلا، راح نشتغل عليه ونشوف كيف بتنصب وشو بيعطينا ميزات. وخلينا هلا نبلش ببرنامج السيرفر الشخصي الاب سيرف. فوتنا على جوجل مثل العادة، نبلش دائما من جوجل، نكتب له اب سيرف. هاي الموقع upserve.org، نضغط عليه. حاليا عامل لك النسخة الموجودة هي 9.3.0. بكل بساطة بضغط على الزر داونلود، فتحت لي تبويب تاني. هاي النسخة فيها الاباتشي اللي هو سيرفر الويب الافتراضي، فيها نسخة البي اتش بي 7.3.10. ما بيهمني، بيهمني انا نسخة البي اتش بي تكون خلينا نقول 5 وفوق مشان الامان. نسخة ماي اس كيو ال فيه 8.0.17، نسخة قواعد البيانات بي اتش بي ماي ادمن اللي هي بتدير قواعد البيانات، وانه بيدعم الاس اس ال يعني صفحات ال HTTPS. هذا هذا الحكي كلياته رح ما بيهمنا لانه عم نشتغل على اغراض تعليمية. هلا نضغط داونلود. ضغط هون قبول على ملفات الكوكيز. اوكي، لاحظ هون العداد 5. اعطاني الملف، هل تريد تشغيل الملف 94 ميجا من كذا او حفظه؟ بعطيه هلا حفظ باسم، خلي احفظه على سطح المكتب. حفظ طبعا حجمه 94 ميجا مثل ما انا شايفين. انزل الملف، صار عندي على سطح المكتب. سكر كل الصفحات، سكر هاي، هذا هو الملف. بضغط اليمين تشغيل كمسؤول. هاي بنصحكم فيها اذا كان الويندوز 7 او 8 او 10، دائما برامج بدها تنصب اعمل عليها تشغيل كمسؤول، لا تعمل فتح مشان تاخذ كل الصلاحيات هي وقتها تنزل. طبعا البرنامج مجاني، ما بحاجة لا كرك ولا تفعيل ولا اي شيء. نعطيه نيكست. تالي هي اتفاقية الترخيص، اي اجري. مكان التنصيب راح يكون سي اب سيرف. اوكي، تالي الخدمات اللي راح ننزلها الاباتشي والاس كيو ال بي اتش بي بروسيسور وبي اتش بي ماي ادمن. اوكي نيكست. تالي هلا هون سيرفر نيم، اللوكال هوست اللي هو السيرفر الشخصي، وهون الايميل. طبعا نحن ما راح نستخدم الايميل لانه انا حاليا ما يشغل فيه، وهذا منفذ ال HTTPS 4.2.3، منفذ ال HTTP 80،
كل هذا الحكي ما بيهمني يغير فيه شيء انا هلا حالي، لانه مثل ما قلت لكم هو لاغراض تعليميه يعني. نيكست. هلا هون بده باسورد اليوزر تبع الروت، اليوزر الاساسي بالماي اس كيو ال، خلينا نحطه مثلا من 1 ل 9 اللي بدك، فيك تحط اللي بدك اياه يعني. نمط تشفير خليه UTF-8 يونيكود اللي هو بدون نمط تشفير معين، انت فيك تختار مثلا انه عربيك ويندوز وكذا وكذا، بس هاي الخيارات حاليا ما بنصحك تعدل فيها اي شيء، اعطيه انستول. مع الوقت راح تشوف تتعرف كل شيء شو مهمته بالنسبة للويب الشروحات القادمة ان شاء الله، بصير ساعتها ممكن اتعدل بخيارات التحميل تبع التنصيب عفوا او تثبيت السيرفر الشخصي حسب احتياجاتك. طبعا اذا بحال قررت تستخدم السيرفر الشخصي كسيرفر حقيقي وتطلعه على الويب وتصير العالم تستخدمه وتفتح موقعك منه، يعني هذا الحكي لاحق كتير هلا بكير عليه. نحن هلا عم ننزله ونتدرب فيه، نبلش خطوة بخطوة معكم بدورة الويب، وراح ننطر هلا لين ما يخلص سيت اب وبرجع لكم. هلا صرت بال عند انهاء، اعطاني هالرسالتين اللي هن ستارت اباتشي وستارت ماي اس كيو ال، انا بعطيه فينيش. هلا كيف انا بعرفه انه اشتغل ولا ما اشتغل؟ بفتح المستعرض اللي عندي، اي مستعرض من المستعرضات اللي عندي ما في مشكلة اي واحد، ما بحط الموقع هون، بحط له local host enter، فتحت لي هاي الواجهة. هلا بعد ما فتحنا local host حطينا هون local host، فتحت لي هاي الصفحة فيها معلومات عن الاصدارات اللي نزلت، بيهمني منها أنا رابط كتير مهم اللي هو PHP My Admin Database Manager. تمام. هلا في طريقة تانية اني افتح هاي الصفحة اتأكد منها اللي هو اللوكال هوست، بحط الاي بي تبعه عواده اي بي لوكال هوست، طبعا هون ما بيهمنا حاليا اي بي لوكال هوست هو 127.0.0.1 انتر، راح يفتح لي نفس الصفحة. تمام، هذا بدل انه انا عندي سيرفر هلا شغال. هلا هذا السيرفر مثلا خليني اسوي هلا هعمل مثال صغير، صفحة PHP صغيرة بتروح هلا انت على السواق سي. تمام، على الاب سيرف هذا المجلد. تمام، مجلد www، هذا المجلد هو المجلد الرئيسي اللي انا لما حط 127.0.0.0.1 او حط لوكال هوست عم يفتح صفحة ال PHP، هي هاي الاندكس دوت PHP. انا صفحاتي راح اجربهم مثلا، راح اول شيء انشئ مجلد سميه s4tn. تمام، وجواته اعمل مستند نص طبعا بالدرس الاول راح ارجع اعيد هذا الحكي اللي هلا انا عم بحكيه. اللغه الانجليزيه حطينا كنترول شيفت اليسار عشان ننقل على اليسار. كود البي اتش بي دائما ببلش بهاي الاشاره قوس اشاره استفهام بي اتش بي، بسكر القوس، لا عفوا PHP، وهون إشارة استفهام بهالشكل هاد. تعليمة إظهار نص هي إيكو، فراغ، إشارة تنصيص، I am محمد،
شعر التنصيص تاني، بينتهي الكود عادة بفاصلة منقوطة. هيك انتهى الكود، أموري بخير. بعمل له ملف حفظ باسم، بس هون بعطيه all files كافة الملفات، بعطيه index.php. دائما الصفحة الرئيسية اللي بدي ياخذها الموقع دائما اسمها index، سواء .php .html اللي بدك اياه، بس المهم اسمها index. نعمل هون حفظ، انحفظت. شلون بدي اجربها؟ هذا ما بيهمني، هاي بيهمني. شلون بدي اجربها هلا؟ بجي لهون 127.001 S40N على S40N، بس على S40N، في انتر، كتب لي I am محمد. لاحظوا طبعا في تأثيرات، في الحركات، في إلى آخره، بس أنا عم ورجيك شلون تستخدمه. يعني أنت تعمل حسابك دائما لما أنت أنشأته للسيرفر، بتحط مجلد بالاسم اللي أنت بدك إياه، اسم الموقع اللي بده يكون عواض هاد، بتحط له هنيك مجلد مثل ما أنا هون عملت بال S40N، مجلد S40N هاد. دائما بفوت على مجلد ال W هاد وأنشئ بقلبه مجلد، مثلا انشات ال S40N، والصفحة الرئيسية بيكون index دائما دائما. هي بالنسبة لكل برمجات الويب ما عليها خلاف، الصفحة الرئيسية هي ال index. تمام. هلا خلاص نحن نزلنا البرنامج، صرنا جاهزين نبلش بدورة الويب فيما بعد ان شاء الله، وبعدين راح ارجع اورجيكم من هون هذا الرابط اللي هو PHP My Admin Database Manager، شو بحسين بستفيد منه، وشلون بنشئ منه قاعدة بيانات SQL، شو بربط معها سكريبتات، شلون يعني هالقصص كلياتها رح نجي نشرحها بإذن الله. هلا كمان بحب اليوم احكي عن شغلة، انه انا لهلا عم شوف يعني انا حابب كتير انكم تشتركوا عندي، اللي لسه اول ما اشترك بالقناة يشترك ويخبر عن اصدقائه واصحابه، مشان ان شاء الله الكل يستفيد. وكمان هلا اذا بتشوفوا هلا راح نحط روابط الخاصين فينا بانستغرام، عندنا صفحات، صفحة على انستغرام، صفحة على فيسبوك، صفحة على لينكد ان، وصفحة على تويتر، فروابطهم كلها قدامكم. بتمنى تشتركوا معنا وتكونوا على طول مستفيدين، وان شاء الله بنلتقي على خير بدرس جديد.